بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلبة السادس العلمي بفرعه الإحيائي والتطبيقي، إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي، حسب هذه المقولة التي قلتها الآن ستكون محاضرتنا السادسة إن شاء الله. شنو معنى إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي تخيلي؟ إذا قلت لك 3 + 4i، هل هي تساوي 3 + 4i؟ قولي نعم. إذا مكان هذه الثلاثة راح أكتب X، ومكان هذه الثلاثة راح أكتب X، ومكان هذه الأربعة راح أكتب Y، وأقول لك دولة مساوين، راح تقول لي إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. إذا مباشرة راح أكتب X تساوي 3 وراح أكتب Y تساوي 4. ما هو الجزء الحقيقي وما هو الجزء التخيلي؟ يعني إذا ردت أعطيك هذا السؤال مرة أخرى وراح أقول لك جد قيمتي X وY الحقيقيتين التي تحقق، ركز وياي، إذا قلت لك 2X - 1 + 2i يساوي 1 + YI - I. صيغة السؤال: جد قيمتي X وY الحقيقيتين، والملاحظة شو تقول؟ إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. ما هو الجزء الحقيقي في الطرف الأيسر وما هو الجزء التخيلي في الطرف الأيسر، وكذلك ما هو الجزء الحقيقي والتخيلي بالطرف الأيمن؟ ممكن أن يكون الجزء الحقيقي أكثر من حد واحد، ممكن يكون الجزء التخيلي أكثر من حد واحد. المهم الجزء الحقيقي هو الجزء الخالي من I، والجزء التخيلي هو الجزء الحاوي على I. يعني خلي أرتب، راح أقول هذا الاثنين X - 1 هذا كله جزء حقيقي، والجزء التخيلي هو 2 اللي هو اللي يصير بصف الآي، يساوي الواحد هو جزء حقيقي. زين عندي حدين بيهم آي، راح أجي أسحب آي عامل مشترك، يعني معناها Y + 1 هذا جزء تخيلي. هسه هنا النشيد مالتنا شي يقول؟ الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. يعني ايش راح يصير عندي؟ يعني معناها 2X - 1 يساوي 1، معادلة من الدرجة الأولى بمتغير 1، أجعل المتغيرات بطرف والثوابت بطرف، يعني معناها راح يصير 2X = 2، يعني معناها الإكس تساوي 1، هذا الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. راح أقول Y + 1 يساوي 2، يعني معناها الواي تساوي 1. إذن هذا ما يخص المثال الأمامك. تقول لي ممكن يجيني السؤال شوية أصعب؟ خلي نشوف. ولكن كل الأسئلة اللي راح نتحدث عنها اليوم أساسها العام يقول لي إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. أريدك تباوع لي السؤال الآخر: 2Y + 1 - 2X - 1i يساوي -8 + 3i. كل الأسئلة اللي نتحدث عنها أعزائي هي موجودة في ملزمة 2021. إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي، ما هو الجزء الحقيقي في الطرف الأيسر؟ إذا الطرف الأيسر الجزء الحقيقي هو 2Y + 1. من الجزء الحقيقي هنا هو -8، ولكن الفكرة ما هو الجزء التخيلي في الطرف الأيسر؟ الجزء التخيلي هو منه؟ هو معامل I، يعني ها
هذا هو الجزء التخيلي، هو والإشارة مالته يقابل الجزء التخيلي اللي هو موجب 3. يعني ايش راح يصير عندي هسه؟ حقيقي يساوي حقيقي، يعني راح اقول 2y زائد 1 يساوي سالب 8. اذا مباشرة راح يصير 2y تساوي سالب 9. اذا قيمة الواي شو تساوي؟ سالب 9 على 2. والتخيل هنا الطلاب يوقعون. ايش قد السؤال سهل، لكن اتوقع توقع بالإشارة بأن سالب قوس 2x ناقص 1 يساوي 3. تريد تضرب في سالب 1، تريد السالب دخل على القوس، يعني معناها راح يصير سالب 2x زائد 1 يساوي 3، يعني سالب 2x تساوي 2، يعني معناها قيمة الاكس تساوي سالب 1. والسؤال ما زال سهل. راح تقول لي ممكن يجيني السؤال شوية أصعب؟ إيه ممكن. إذا خلينا نشوف السؤال الآخر أولادي. في كل الأحوال دا يقول لي جد قيمتي X وY الحقيقيتين التي تحقق X ناقص 3 YI زائد 2Y زائد XI تساوي 6 زائد I. النشيد الرئيسي مالتنا والمفروض انتو حافظي كل الزين ورددوا بينكم وبين نفسكم، يقول إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي، ولا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا إذا كان كل من الطرفين عددا مركبا واحدا بصيغته الجبرية. الأسئلة اللي أخذناها قبل شوية الطرف الأيمن والطرف الأيسر بالصيغة الجبرية عدد واحد، لكن هنا الطرف الأيمن بالصيغة الجبرية هذا حقيقي وهذا تخيلي، الطرف الأيسر لا، هذا مو عدد واحد، ذولا عددين والعددين بيناتهم عملية. إذن الملاحظة شو تقول؟ تقول يجب إجراء هذه العملية، جمع، طرح، ضرب، قسمة، جذور، أقواس، أي شيء، يعني عملية لازم أتعامل ويا هذه العملية، أحولها إلى عدد مركب واحد، يلا أطبق هذه الخاصية. شنو اللي بيناتهم هسه؟ بيناتهم جمع. شلون أجمع عددين مركبين؟ لجمع عددين مركبين أجمع الحقيقي مع الحقيقي، الحقيقي مع الحقيقي زائد دائما، وأجمع التخيلي مع التخيلي وأكتب الآي برا. من هو التخيلي هنا؟ هو سالب 3y، من التخيلي هنا؟ هو x. إذن هذا يساوي 6 زائد i. هسه كم عدد مركب دا اشوف بالطرف الايسر؟ ها؟ عافية، بس واحد. من هو الجزء الحقيقي؟ إذن هذا جزء الحقيقي وهذا جزء التخيلي. الطرف الايمن كم عدد مركب؟ هم بس واحد. هذا جزء الحقيقي والجزء التخيلي هو واحد. شوف دير بالك مو تقول لي الجزء التخيلي اي، اللي صاير بصف الاي ما طول اي وحدها معناها واحد اي. هسه حقيقي يساوي حقيقي، يعني معناها اكس زائد 2 واي تساوي 6، هذه معادلة رقم واحد. تخيلي يساوي تخيلي، سالب 3y زائد x يساوي 1، هذه معادلة رقم 2. صارت عندك معادلتين، السؤال تحول إلى ثالث متوسط، شلون أحل هذه المعادلتين؟ أكو أكثر من طريقة لحل هذا النوع من المعادلات، بعض الطرق تسمى بالحذف ومنها بالتعويض. ما راح أأخرك وأخذ من وقتك هواية حتى أشرح لك كل الطرق، أريدك تنزل جوا بالوصف راح تلقى هنا إحدى المحاضرات اللي سميتها سلسلة الصاعدون إلى السادس،
راح تلقى الرابط مال هذه المحاضرة اللي هو شلون أحل المعادلات عن طريق الحذف والتعويض. إذا انزل إلى وصف الفيديو راح تلقى الرابط مال هذه المحاضرة الخاصة بالثالث متوسط. أنا راح أحل وحدة من الطرق، إذا هنا راح أجي أقول بالطرح، راح أقول بالطرح. هذا إشارة سالبة صارت موجبة، هذا موجب صار سالب، وهذا الواحد موجب صار سالب، إسا X ناقص X صفر. إش راح يصير عندي إسا؟ 2Y و3Y، هذا هو 5Y يساوي 5، يعني معناها قيمة الY تساوي 1. إذا كانت الY 1 شلون أستخرج قيمة X؟ أعوض بأي نقطة أي معادلة تعجبني. إذن مباشرة راح أقول N1، هسه راح أعوض مكان الY 1، يعني راح يصير X زائد 2 تساوي 6، يعني معناها قيمة X تساوي 4. شلون أتحقق من صحة الحل؟ عوض هنا مكان الاكس 4 ومكان الواي 1 تطلع 6، هنا ايضا عوض راح يطلع الجواب 1، اذا معناها حلي صحيح. راح تقول لي اكو اسئله بعد اصعب؟ اي اقول لك اكو اسئله، اذا ابقى وياي وخلي نشوف السؤال الاخر شنو. السؤال الاخر اعزائي، وبعدنا هنا ده يقول لي جد قيمتي اكس وواي الحقيقيتين، اذا اكس تربيع زائد 4 على اكس ناقص 2 اي تساوي 3 زائد واي اي. شلون استخرج قيمه الاكس والواي؟ هل الطرف الايمن بالصيغه الجبريه؟ نعم الطرف الايمن بالصيغه الجبريه. هل الطرف الايسر بالصيغه الجبريه؟ لا مو بالصيغه الجبريه. شلون احوله الى الصيغه الجبريه؟ عندي اكثر من طريق واحد. الطريق الأول هو الطريق الشعوري، إذا هنا راح أجي أقول شعوريا هذا الأكس تربيع زائد 4 أقدر أسوي عليه في التحوير معين، وبعدين أحلل واحد من القوسين يطلع نفس المقام حتى أختصر. يقول إيه، شلون من كنت أقول لك حلل إلى عاملين أكس تربيع زائد 4؟ شنت تقول لي هنا؟ تقول لي أضرب الأربعة في سالب آي تربيع. يعني الطريق الأول للحل راح أقول X تربيع ناقص 4i تربيع على X ناقص 2i يساوي 3 زائد Y i. هسه يتحلل فرق بين مربعين؟ إيه يتحلل، يعني راح يصير X ناقص 2i بعد شنو؟ في X زائد 2i على X ناقص 2i يساوي 3 زائد Y i. راح اختصر هذا ويا هذا، اذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير X زائد 2i تساوي 3 زائد Y i. اذا تساوى عددين مركبين فان شنو؟ فان الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. زين راح يجي طالب يقول لي أنا هذه الطريقة ما جتي على بالي، ما طول عندي مقام أقدر أضرب البص والمقام بمرافق المقام إي. إذن أكو طريق آخر اللي راح أسميه طريق رقم 2. إيش راح يصير عندي هنا؟ X تربيع زائد 4 على X ناقص 2 I في شنو؟ في X زائد 2i على X زائد 2i شي يساوي؟ يساوي 3 زائد Y i. ولكن النصيحة المهمة جدا، من تضرب البسط والمقام بمرافق المقام أول شي تبدي به حاصل ضرب المقامين، هذا أول شي أبدي به. وأصلي ركعتين قضيان حاجة، أقول بلكي ناتج الضرب موجود بالبسط على مود أقدر أختصر. خلي نشوف هنا دعائنا مستجاب أم غير مستجاب. إذن أول ما أبدي بحاصل ضرب المقامين راح يصير حاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه مربع الحقيقي زائد دائما مربع التخيلي. دير بالك التخيلي بدون آي مربع الاثنين أو مربع السالب، اثنين هو أربعة. هسه دعاء مستجاب لو لا؟ نعم مستجاب. إذن هذا راح يبقى على وضعه X تربيع زائد 4
في x زائد 2i يساوي شنو هو؟ يساوي 3 زائد y i. هسه الخبر السعيد بان راح اختصر هذا ويا هذا، راح يصير عندي x زائد 2i يساوي 3 زائد y i، يعني معناها x تساوي 3 والواي تساوي 2، وما زالت الأسئلة سهلة أعزائي. أكو سؤال شوية أصعب، خلينا نشوف السؤال الآخر، قد يكون ربما يكون أصعب قليلا. زين شنو السؤال؟ أيضا جد قيمتي X و Y الحقيقيتين التي تحقق، ركز وياي، ده يقول لي Y تربيع زائد 4 y i زائد 5 على y ناقص i تساوي شو؟ تساوي 2 x زائد i في x زائد 2 i. هل الطرف الايمن بالصيغه الجبريه؟ لا. هل الطرف الايسر بالصيغه الجبريه؟ هم لا. إذن لازم اثنيناتهم أحولهم إلى الصيغة الجبرية. اللي يميز الطرف الأيسر أعزائي هذا لو ضربت بالعامل المناسب اللي هو y زائد i. شو راح يصير عندي المقام؟ راح يصير y تربيع زائد 1، ما عندي فشي بالبسط y تربيع زائد 1 حتى أختصر. إذن هنا طريقة مرافق المقام ما ممكن، صعبة، مو ما ممكن، صعبة. ولكن الطريقة الأفضل هي الطريقة الشعورية. شلون تفكر بالسؤال؟ تقول هذا يحل بالتجربة من النظرة الأولى؟ لا، ما ينحل من النظرة الأولى. زين، من النظرة الثانية ينحل؟ خلي نشوف. إذا أردت هذا أضربه في سالب آي تربيع وأحلل التجربة، بلكي يطلع لي واحد من القوسين هو واي ناقص آي، بلكي. خلي نشوف يا الله. إذن راح يصير واي تربيع زائد 4 y i ناقص 5 i تربيع على y ناقص i. هذا الطرف نقول له راجعي لك بعد شوية، راح يكون الحل مالتي عمودي. إذا ردت أحل بالتجربة إيش راح يصير هنا؟ إذا معناها راح يصير عندي قوسين ال y تربيع هذا y بy، موجب في موجب راح تكون هنا موجب، موجب في سالب راح تصير سالب. الخمسة آي تربيع من جاية؟ جاية من خمسة آي بآي. شلون أعرف تحليلي صحيح؟ حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين طلع عندي الحد الأوسط. إذن هنا الدعاء مستجاب. هسا هنا اختصرت، إذن صفت لي شنو؟ واي زائد خمسة آي. زين هسه هنا انتهينا منه، راح اجي على الطرف الايمن. هل هذا عدد مركب واحد بالصيغه الجبريه؟ لا، مو عدد مركب واحد بالصيغه الجبريه، ذولا عددين بيناتهم عمليه. قبل شويه كانت العمليه جمع اجمعت، هسه العمليه ضرب. زين راح اوزع 2 اكس في اكس، هذا هو 2 اكس تربيع. 2 اكس في 2 اي راح يصير عندي زائد 4 اكس اي. i في x راح يصير عندي xi، وحتى لو اقول i x ماكو مشكله. i في 2i راح يصير هنا 2i تربيع. اريد انصحك نصيحه مهمه جدا، خليها ببالكم وابد لا تنساها. اذا كان القوسين بيناتهم ضرب، الخطوه الاولى هي التوزيع. الخطوه الثانيه شو اسوي؟ اريد منك هنا تفتح قوسين دائما بيناتهم جمع القوس الثاني ب i دائما. بمجرد ان توزع قوس على قوس راح تجري هذه العمليه. زين وراها ايش راح تسوي؟ تجي على الحدود بالسره واحد واحد، كل شيء ما بي اي شمره بالقوس الاول، وكل شيء بي اي شمره بالقوس الثاني. هسه الاثنين اكس تربيع هذا خاليه من الاي، الاثنين اي تربيع سالب اثنين هذه خاليه من اي، الأربعة أكس بيها آي كتبت أربعة أكس، والآي أنا ساحبة عامل مشترك، والأكس أيضا راح تكون هنا.
هسه عندي حدود من الشابهة؟ نعم عندي حدود من الشابهة. هسه هنا فقط الأربعة X زائد X هذا 5X، يعني رح يصير عندي 2X تربيع ناقص 2 زائد 5XI. هسه الطرف الأيسر عدد مركب واحد، هذا الجزء الحقيقي وهذا الجزء التخيلي. الطرف الأيمن هذا جزء الحقيقي وهذا جزء التخيلي. إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. إذن رح يصير عندي Y تساوي 2X تربيع ناقص 2، هذه معادلة رقم واحد لأن بيها مجهولين، ورح يصير عندي 5X تساوي 5، تخيلي يساوي تخيلي، يعني معناها يؤدي إلى قيمة X تساوي 1. ماكو داعي أعطيها رقم، مباشرة راح أعوضها في 1. إذن معناها راح يصير Y تساوي 1 تربيع 1 في 2، راح يصير 2 ناقص 2 وتساوي 0. إذن هذه قيمتي X وY. توجد مزيد من الأسئلة إن شاء الله أعزائي، راح تطلع على هذه الأسئلة، بعضها أسئلة الكتاب والبعض الكثير منها أسئلة وزارية، راح نناقش إن شاء الله من خلال شاشة الموزابوك. إذن تابعونا في المحاضرات القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه.